رحب بحضرتك سيادة المحافظ، ومبروك على كل أهالينا في النوبة. نقول إيه يعني، حل المشاكل بقى من جذرها وخدوا حقوقهم والتعويضات اللي كانوا بيتمنوها. وصف لنا كده المشاعر النهاردة، الأهالي النوبة كانت عاملة إزاي في الاحتفالية الجميلة اللي أقيمت في أسوان وحضرها معالي رئيس الوزراء يا فندم؟ أنا عايز أقول لحضرتك وأقول لكل المشاهدين، نعم، النهاردة يوم الأيام الجميلة في محافظة أسوان، يوم يعني بنعتبره احتفال عظيم، يوم الوفاء بالوعد، لأن الكلام أيوة. ده يعني كان سيادة الرئيس وعد أهالي النوبة وأوفى بتنفيذ وعده لأهالي النوبة. وطبعا ده مش جديد على سيادة الرئيس، يعني أنا برضو عشان الكلام ده للناس كلها مش لأهالي النوبة. صحيح هو صحيح. دي حقيقة يعني. فلازم نقول يعني سيادة الرئيس متشكرين جدا، حضرتك فعلا رفعت راسنا كلنا، لأن الناس ديت كان ليها حقوق وكان بقالهم سنين منتظرين هذه الحقوق يعني. ده تقريبا كانوا نسيوا حقوقهم. حضرتك يأسوا هم يأسوا يعني كانوا وصلوا لمرحلة يأس. نعم. بس كانوا يعني برضه بحكم ان هم مصريين عندهم انتماء للوطن وعندهم حب للوطن طبعا، وكانوا بيتحملوا. وبصراحه يعني اول من طلب من سياده الرئيس، وانت عارفه في 2017 امر صحيح. واحنا على طول كل الجهات اشتغلت، والسيد رئيس الوزراء كان بيتابع بنفسه معانا، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك حتى يعني كان برضه الكلام ده من ايام ما كان فيه برضه بعض الزملاء المحافظين السابقين كانوا مشغلين طبعا طبعًا. في هذا الملف. نعم. وعايز اقول لحضرتك اشكرك انك بتديهم حقهم يا فندم في غيابهم. لا دي حقيقه يعني. نعم. انا بقول لحضرتك هي المرحله دي كانت المرحله بتاعتهم هم، يعني هم اشتغلوها كويس، وانا كنت اللي حاضر فعلا في الاحتفاليه، وبرضه كانوا هم حاضرين معايا يعني. نعم. برضه اقول لحضرتك أيه. لان لازم يشوفوا بعينيهم اللي انا شفته. نعم. لانها طبعا دي فرحه، لان ده مجهود اتبذل وفي ناس تعبت وفي لجان كانت بتحصر والناس كانت بتعاين وتشوف كل واحد حسب رغبته، يعني هو بيطلب ايه وبنحققه له. هو ده بقى اللي عايز اعرفه من حضرتك، بمناسبه هو بيطلب ايه، الخبر قصادي بيقول تعويض نقدي ل 1680 مستحق من اهالي النوبه بقيمه 302 مليون جنيه. هو اكتر شويه كمان، يعني هو نفس الرقم بس اكتر شويه، لكن تمام. عموما عايز اقول لحضرتك ان هو اللي بيحدد ده اللي انا عايز اسمعه من حضرتك فن. اتفضل. يعني حضرتك دلوقتي هو موجود على ارض وفعلا قاعد فيها ومستقر فيها. نعم. فعايز يقنن وضع الارض دي، فاحنا بنعمل له حسب المكان بتاعه، بتعمل له عقد نهائي تماما وتملك، لكن لو في طرح نهر بتعمل له حق انتفاع وبيقعد في المكان بتاعه. تمام. هو زيه زي العقد العادي طبعا طبقا لقوانين الدولة. نعم طبعا طبعا. وهو بقى عايز وحدة سكنية في محافظة تانية خالص غير المحافظة اللي احنا عايشين فيها، حتى لو عايز خارج أسوان. هو شايف ان التعويض بتاعه خارج أسوان أفضل، برضو خد بياخد طبعا الاجتماع، بياخده في اسكندرية، في القاهرة، في أي مكان هو بيطلبه. نعم. بيتحقق على طول يعني. فعايز أقول لحضرتك هو يعني أخد الحريه الكامله في الاختيار. تمام. كل من تقدم واستوفى اوراقه كلها بالكامل وتاكدنا خلاص بقى مستحق وبقى عنده الرغبه ان هو حسب ما يطلب هياخد. في نفس التوقيت طبعا كانت مفاجاه ساره النهارده، برضه في توجيهات جت من القياده السياسيه، وطبعا يعني احنا فيها برضه بنشكر سياده الرئيس. نعم. لان في بعض الناس ما كانوش قدموا وبعدين او اتاخروا في التقديم، او كان في اوراق ليهم متعلقه اللي لا، او حتى لو في ورقه متعلق حاليا ومستحق عندي كمان دلوقتي. نعم. لكن بكلم للي ما تقدمش خالص. ايوه. ان شاء الله من يوم ما كانش يعرف بالموضوع وما تابعش وليه حق اي سبب. تمام. ايا كان السبب في منهم مش موجودين معانا حاليا داخل اسوان. فكل الناس دي بالكامل يعتبر من 1/2 لمده شهر كامل، شهر 2 هيقدم وهيحصل نفس من 1 فبراير اللي جاي ان شاء الله. دي فتح الله. مرحلة تانية لتلقي الرغبات عن المستحق التعويضات. بالضبط كده يا فندم، بنفس الآلية يا فندم، اللي عايز عقد واللي عايز في طرح النهر، اللي عايز نقدي، اللي عايز بره أسوان، نفس المعروض
بنفس الرغبه نفس الشكل التعويضات. وعايز اقول لك يعني يمكن هم مبسوطين اه وفرحانين، بس عايز اقول لك المسؤولين اصلا مبسوطين يعني طبعا لما بتحقق لحد حاجه. صحيح صحيح، حاجه فعلا جميله، وحاجه كان يوم جميل على فكره جدا، ومش عايز اقول لحضرتك السعاده كلها كانت موجوده من بدايه يعني يمكن مع بدايه وصول السيد رئيس الوزراء. نعم. مش عايز اقول لحضرتك ومجموعه الوزراء اللي كانت موجودين والناس كلها كانوا في لحظه من لحظات السعاده، لان فعلا لحظه الوفاء بالوعد ده بالوعد. صحيح. طبعا طبعا انك طبعاً. كمسؤول قدرت تحقق الوعد ده، الوعد اللي وعده سياده الرئيس لاهالي النوبه، وانك تشتغل وتصل لهذه النقطه ده مهم جدا في الانجاز. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان، وبتمنى كل اللي خدوا حقوقهم النهاردة